لا يصح ان قلبك يضيق امام الضيقة. خلي قلبك واسع، الضيقات ترمح فيه بالحصان وما تعرفش توصل للشط ولا يجرى لك حاجة. تيجي ضيقة زي ما تيجي، هات كمان ولا يجرى لك حاجة، وتعيش كده مبسوط وتقول مش ربنا موجود، هو اللي هيحلها. في مشكلة وفيه ربنا حلال المشاكل، فيه مشكلة وفيه ربنا حلال المشاكل، فيه ضيقة وربنا فاتح فيها منفذ، وكله للخير. وليكن اسم الرب مباركا في كل حين. التجارب اللي تيجي من ربنا ليها على الأقل 6 صفات هقولها لكم، 6 صفات هقولها لكم. الصفة الأولى إنها ضيقة صالحة أو تجربة صالحة، ليست تجربة بالشر. مش واحد يقع في خطية ويقول دي تجربة جاتني منين، لا، التجربة اللي من عند ربنا تجربة صالحة، يعني ما فيهاش خطية، لأن الله لا يجرب بالشرور. والتجربة أيضا من صفاتها انها في حدود احتمالك، والكتاب بيقول ان الله امين لا يجربكم فوق ما تطيقون، لا يجربكم ايه فوق ما تطيقون. تسمع عن واحد زي القديس الأنبنطونيوس كانت بتظهر له شياطين وتتعبه وتقول انا خايف لا يحصل لي كده، هقول لك اطمئن، لو ربنا عارف انك تحتمل دي وما تتعبش لو اراد يسمح بيه، لكن اذا كنت ما تحتملهاش ربنا لا يجربك فوق ما تطيق. يعني من صفات التجربة اللي جاية من ربنا انها على قدر احتمالك. تقول لي ايوب الصديق حصل له وكل ماليته راحت في نفس اليوم، وكل أولاده ماتوا، وكل غنمه وكل غناه، وبعدين راحت صحته كمان. أقول لك لأن ربنا عارف إنه يحتمل سمح. لو يعرف الله إن أيوب لا يحتمل ما يسمحش بالتجربة. فيبقى التجربة لابد أن تكون صالحة، ولابد أن التجربة تكون في حدود احتمالك، والتجربة أيضا تكون معها معونة وتكون معها قوة. ومهما جاءت ضيقات الكتاب يقول إن الله يقودنا في موكب نصرته. يقول في العالم يكون لكم ضيق، وجنبيها ثقوا أنا قد غلبت العالم، يعني ولا يهمكم من العالم ده، أنا غلبت وأغلبه فيكم أيضا معاكم. يقول كثيرة هي أحزان الصديقين، وجنبها على طول ومن جميعها ينجيهم الرب. يبقى الواحد ما يهموش، يبقى الواحد ما يهموش. ايه يعني تجربة؟ ما دام معاها معونة ومعاها نعمة ومعاها قوة من ربنا. عشان كده يقول ان التجربة معها المنفذ، دي صفة اخرى، التجربة معها ايه؟ المنفذ، يعني معها الحل. ربنا يجيب التجربة ويجيب معها الحل، جايز ما تشوفوش دلوقتي لكن الحل موجود، موجود. والتجربة أيضا غالبا بتكون لفترة محددة تنتهي فيها، فترة محددة. أنا فاكر مرة قلت لكم إن التجربة بتأخذ شكل هرمي، تطلع لفوق لفوق لغاية لما تصل للقمة وتنحدر على الجانب الآخر، لكن ما فيش تجربة طلع كده على طول، تمشي لغاية قمتها وتنزل. وتجربة أيوب كده برضو، وصلت لقمتها ونزلت على الشط التاني، كلها لتجارب لفترة محددة.
بس الإنسان اللي بينزعج كتير كل ما ينزعج من جوه تكتر عليه التجربة من بره، كل ما يضطرب يتهيأ له ان التجربة دي مفيش فايدة. يقول كثيرون يقولون لنفسي ليس له خلاص بإله، ده كلام شياطين. لكن ايه؟ الرب هو ناصري مجدي ورافع رأسي، ادي داود قال كده في المزمور. والصفة الأخيرة للتجربة إنها كلها للخير، كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الرب. أول ما تجيلك تجربة ما تتضايقش، قول كله للخير، التجربة دي وراها بركة. إيه البركة؟ أنا ما أعرفهاش الوقت، لكن هي وراها بركة، وراها بركة، وتعيش مطمئن كده. المشكلة إنك أنت بتتضايق من الضيقات. لا يصح إن قلبك يضيق أمام الضيقة، خلي قلبك واسع. الضيقات ترمح فيه بالحصان وما تعرفش توصل للشط ولا يجرى لك حاجة. تيجي ضيقة زي ما تيجي، هات كمان ولا يجرى لك حاجة، وتعيش كده مبسوط وتقول مش ربنا موجود، هو اللي هيحلها. في مشكلة وفيه ربنا حلال المشاكل، فيه مشكلة وفيه ربنا حلال المشاكل، فيه ضيقة وربنا فاتح فيها منفس، وكله للخير. وليكن اسم الرب مباركا في كل حين. لما الضيقات تلاقيك زي الجبل الراسخ ما تقدرش تعمل لك حاجة، لما الشيطان يلاقيك شديد كده وقوي يخاف منك ما يعرفش يعمل لك حاجة. لكن لو جات لك اي ضيقة وبصيت لقيتك انت في حالة انهيار وتعب ووقعت واعصابك وافكارك ومعنوياتك وابتديت تخور، ايه ده جرى لك ايه ده؟ خليك شديد، دي الملائكة تبص تقول ايه ده؟ بقى ده الانسان ده اللي خلق على صورة الله ومثاله، نلاقيه مهزوز الهزة دي. ثق لما تتهز قصاد التجربة ما تبقاش ساعتها على صورة الله ومثاله، مش ممكن، مش ممكن. ده انت صورة الله، صورة الله تتهز، ده مستحيل. عشان كده لازم الإنسان يكون قوي في التجارب.